تخليدا لذكراهم وعرفانا لتضحياتهم. تستمر مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بزيارة عوائل شهداء الجيش العراقي، حيث كانت لنا جولة في العديد من محافظات العراق، كانت آخرها في مدينة الناصرية لزيارة عائلة الشهيدين حازم رحيم علي المنسوب إلى الفرقة المدرعة التاسعة وحمزة رحيم علي المنسوب إلى فرقة المشاة الأولى، اللذان استشهدا في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإجرامي. والله العظيم أبطال فرقة التاسعة متوجهين للموصل، والله ما يهمنا الموت لا نروح كنا. تواصل مع زيارات عوائل شهداء الجيش العراقي الباسل، قام كادر من مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بزيارة عوائل شهداء قيادة الفرقة المدرعة التاسعة في كل من محافظات بابل والديوانية والناصرية، الذين استشهدوا في الجانب الأيمن من مدينة الموصل أثناء عمليات التحرير. وقد تم خلال الزيارة نقل تحيات ضباط ومراتب الوزارة إلى عوائل الشهداء تكريما وإجلالا لما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن حياض الوطن وتربته. يذكر أن الشهيدين من عائلة أعطت العديد من الشهداء فداء للعراق، حيث لمسنا الفخر من هذه العائلة التي أكدت إنها مستمرة في الدفاع عن تربة العراق واستعدادها التام في التضحية من أجله. أنا بالنسبة لي أنطيت للوطن شهداء وجريح، شهداء اثنين حمزة وحازم والجريح حسن، ذولا فداء للوطن. والشهداء صراحة قدموا ما قدموا وضحوا ما ضحوا، ولهم بطولات ولهم صولات وجولات، ويشهد لهم الفوج الخامس الآلي. أربع شهداء أنطيت وشهيدين وجريح، يعني شبح شهداء من بيت واحد. يعني تضحيات كثيرة قدمناها من أجل بلدنا حتى نحافظ على بلدنا من الغزات، من الطامعين، من الدواعش. لو ما وجود هالشهداء وأنا أضحي بأولادي وذاك يضحي بأولاده، لكان بلدنا راح، وشون قيمتنا إحنا بدون البلد هذا. وجدير بالذكر أن للشهيدين أخ ثالث جريح، وهو حسن رحيم علي المنسوب إلى فرقة المشاة الأولى، والذي شارك في العديد من المعارك ضد تنظيم داعش الإجرامي والتي أصيب من جرائها. أنا الجريح حسن رحيم علي أخوان الشهداء حمزة وحازم. أنا أداوم فرقة الأولى وتصوبت بقرمة الفلوجة، شاركنا بالرمادي وبالفلوجة وبالرطبة على الحدود. وكان لنا حديث مع أطفال الشهيد حازم رحيم علي الذين عبروا ببراءة طفولتهم عن حبهم للوطن كحب أبيهم له، مفتخرين بتضحيته من أجل العراق. أنا سجادي بن حازم رحيم الركابي، إن أكبر وصير ضابط أخذ بثار أبوي من إرهابيين. أنا ضحى الشهيد حازم رحيم الركابي، أفتخر أبوي ضحى عن الوطن. لإعلام وزارة الدفاع كرار الربيعي.